السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة كيدز كيتشن. اليوم غادي نصوبو واحد كيكة سهلة بالكريم وواحد بسكوي منسم بالقرفة. هنا درت نص إيطرو ديال الحليب، وهنا درت كاس ديال الحليب وثلاثة معلقات ديال كاسترد غبرة، وغادي نزيد ثلاثة معلقات ديال السكر ومعلقة ديال النشا. من بعد ما سخن الحليب غادي نكب خوي هذا لاكريم هنايا وحرك. من بعد ما طاب هاد لاكريم وباقي سخون غادي نخوي هاد الشوكولاط. كاس ديال هاد الشوكولاط راهو نص كاس ديال الشوكولاط، كيما تشوفوا راهم غير حبيبات صغيرين. من بعد ما خلط حتى داب الشوكولات غادي نغطيه ونحطه في الثلاجة. بسم الله، دابا غادي نبدا نصوبو في كيكة.
هنايا هرمشت بسكوي وغادي نحطه فوق كيكة، وهنايا عندي شوكولات غبرة وغادي نحط تاية فوق. انا ساليت كيكه وغادي نحطها في الثلاجه باش يبرد ليله كامله وبما بسكوي رطب. يلا اتلاقاو غدا ووريكم كيكه جات. كيكه ديالنا يلا خرجتها من الثلاجه وقطعت شي طريفات باش نوريكم، ودرت فوقها في الشوكولات حقاش عزيز علينا شوكولات. ومنساوش ديروا لايك ودعموني وبسلامه.